يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد في الحديث إن التجار هم الفجار؟ وهل هذا الحديث ثابت؟ حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنه ثابت يحتاج إلى نظر في إسناده، ولكن معناه واضح أن الذي يفجر ويكذب ويغش ويخون في المعاملة أنه يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويجازى بعمله ويقتص للمظلومين منه. نعم.